من ضمن أجندة الأسبوع الرياضية هيكون عندنا مواعيد كبيرة طبعاً وكبرى في الدوريات الخمسة في أوروبا. أقول لحضراتكم بدون ترتيب، يمكن بكرة الحد في الدوري الإيطالي عندنا مواجهة ديربي الغضب زي ما بيسموه ما بين ميلانو، في ميلانو اللي هيجمع ما بين إنتر ميلان مع إي سي ميلان، وأكيد هي مباراة جماهيرية بتحظى بمتابعة كبيرة جداً. مباريات كتير جدا طبعا، خلينا نستعرض مع حضراتكم ابرز مباريات اليوم في الدوريات الاوروبيه. النهارده في الدوري الانجليزي في الجوله الخامسه الساعه 2:30 ويست هام يونايتد هيقابل تشيلسي، والساعه 5 ليفربول هيقابل بورنموث، الساعه 5 كمان ساوثهامبتون هيقابل ابسويتش تاون، وفي نفس التوقيت توتنهام هيقابل برنتفورد، كريستال بالاس هيقابل مانشستر يونايتد الساعه 7:30. أبرز مباريات الدوري اليوم في الدوري الإسباني الجولة السادسة، فالنسيا هيقابل جيرونا الساعة 7:30، وريال مدريد هيقابل إسبانيول الساعة 10. أبرز مباريات اليوم في الدوري الإيطالي الجولة الخامسة الساعة 7، يوفنتوس هيقابل نابولي. وفي الدوري الألماني الجولة الرابعة فيردر بريمن الساعة 4:30 هيقابل بايرن ميونخ، والساعة 7:30 انترخت فرانكفورت هيقابل بروسيا مونشن جلادباخ. أبرز مباريات اليوم في الدوري الفرنسي في الجولة الخامسة، ستاد ريمس هيقابل باريس سان جيرمان الساعة 10 مساء. النهاردة في الدوري الإيطالي عندنا مواجهة كبيرة هتجمع ما بين يوفنتوس مع نابولي، والفريقين عندهم رغبة كبيرة جدا في المكسب لأمور كتير جدا، ده غير أن نابولي مع مدربه الحالي كونتي ماشي بشكل مميز، كسب 3 ماتشات من 4 ماتشات مع هدافه الجديد لوكاكو. طبعا على مستوى نجومنا المحترفين النهارده في الدوري الانجليزي، محمد صلاح عنده مواجهه مع فريقه ليفربول امام بورنموث في الجوله الخامسه. ليفربول عنده 9 نقاط من 4 مباريات لعبها، بورنموث عنده 5 نقاط من 4 مباريات ايضا خاضها. النهارده كمان في اطار منافسات الدوري الانجليزي هيكون عندنا اختبار جديد للنجم سام مورسي مع فريقه إبسويتش تاون خارج ملعبه امام ساوثهامبتون، واكيد سام مورسي يعني عاجلا ام اجلا هيكون ليه مكان مع منتخب مصر، لانه في الحقيقه محترف في اقوى دوري في العالم. في الدوري الالماني عمر مرموش عنده اختبار قوي مع فريقه انترخت فرانكفورت امام بروسيا مونشن جلادباخ، وعمر ماشي بشكل جيد جدا وشكل مميز، سجل في المواجهه الاخيره امام فولفسبورغ 2 في فوز انترخت 2-1، ده غير كمان ان عمر مرموش عنده عروض جيده طبعا، ده وفقا لتقارير صحفيه بتؤكد اهتمام انديه في الدوري الانجليزي بضم عمر مرموش ابرزها توتنهام والليفربول، ده غير اهتمام اكتر من نادي في اوروبا بضم النجم المصري اللي وصل لمستوى فني عالي ومميز جدا. في فرنسا نجم منتخبنا مصطفى محمد عنده اختبار خارج ملعبه مع فريقه نانت في مواجهه انجيه، ومصطفى غاب في اخر مباراه أمام ستاد ريمس بسبب الإصابة، أتمنى له التوفيق إن شاء الله النهاردة.